Guten Morgen. هنتكلم عن die Personal Pronomen im Akkusativ. فاكرين مع بعض ايه هو الأكوزاتيف؟ كنا قلنا ان الأكوزاتيف هو المفعول به وفي افعال معينة بتيجي معاه. يعني لما اقول ich habe den Kuli, انا معايا القلم. طيب قلنا الاكوزاتيف ان الحاجة الوحيدة اللي بتتغير فيه كانت الارتكل دي بتتحول لدين. طب النهاردة هنتكلم عن حاجة مختلفة من الاكوزاتيف. ايه هي؟ ان انا اما باجي احول البازونال بغنومن من النوميناتيف للاكوزاتيف. بمعنى لو انا بقول كنز دو منى، انت تعرف منى، فهقول يا ايش كن زي، انا عايز اقول انا اعرفها هي. طيب هي دي ليها بازونال بغنومن. طيب لو انا هقول مثلا كنز دو احمد، تعرف احمد، يا ايش كن اين، انا اعرفه هو. ما ينفعش اقول ايه دي بستخدمها لما يكون البازونال بغنومن نوميناتيف او هو اللي بيتكلم او بتكلم عنه هو، لكن انا بقول انا بعرفه هو. يبقى هو هنا دي جايه ايه؟ جايه مفعول، فهستخدمها في الاكوزاتيف. طب تعالوا كده نشوف مع بعض البازونال بغنومن في الاكوزاتيف بيتحول بيبقى ازاي. اولا احنا مطلوب مننا ان احنا دول لازم نحفظهم كويس جدا لان هما معانا على طول بعد كده. طيب نقول مع بعض ايش مش، ايش مش، دوديش، دوديش، اين، اين، ايش مش، دوديش، اين، اس اس، زي زي، via uns، via uns، زي زي، زي زي، ihr euch، ich mich du dich er ihn es es، زي زي، via uns، زي زي، زي زي، ihr euch. تمام، دي البازونال بغنومن ام اكوزاتيف. طيب كاتب لي هنا بايشبيل، تعالوا نقرا مع بعض. بي فندس دو انس، كيف تجدنا؟ انس دي هنا اللي هي احنا، فهتتحول في الاجابة هتبقى انتم، تبقى ايش فند ايش نت، انا اجدكم نت. غوفز دو مش هايت، انا انت اتصلت بيا انا النهارده، ام قال له يا ايش غوف ديش هايت ان، يبقى هنا انس اتحولت لايش ومش اتحولت لديش، زي بالظبط ما بنحول في السؤال من دو بتبقى ايش وايا بتبقى فيا، نفس الكلام نفس التحويله. طيب عندي فابن، الفابن دي بتعمل معاها اكوزاتيف اوبجكت، يبقى عندي فابن، الفابن دي بيجي معاها اكوزاتيف اوبجكت، بيجي معاها الاكوزاتيف. طيب اللي هما كانن، كانن، موجن، موجن، فندن، فندن، انغوفن، انقوفن، بغاوخن، بغاوخن، تغفن، تغفن، فوتوغرافيغن، فوتوغرافيغن. يبقى دي الفابن اللي عندنا اللي بتيجي معاها الاكوزاتيف اوبجكت. طيب بيقول لي was ist richtig؟ wir hier schon zwei Stunden warten ولا sehen؟ wir hier schon zwei Stunden، wo warst du denn؟ انت كنت فين؟ wir warten، احنا انتظرنا هنا ساعتين.
Gibst du mir deine Telefonnummer? Ich möchte dich telefonieren oder anrufen. Ich möchte dich anrufen. يبقى gibst du mir deine Telefonnummer? Ich möchte dich anrufen. عشان anrufen بيجي معاها accusative object. Kennst أو siehst ولا siehst du Violette vom Fanclub? Sie ist Nikos Freundin. طيب هتبقى kennst. Möchtest du auch den Film? Wir gehen morgen ins Kino. Möchtest du auch den Film den Film sehen? Ich locke es 7:30. Dann gehen wir zusammen zur Schule. Ich treffe Lukas. طيب هنا احنا هنعرف مع بعض ايه الكلمة اللي تحولت وتحولت بقت ايه. طيب هنا هو حليل لي اول واحدة wo ist denn dein Freund, فين اين صديقك. Ich weiß nicht, ich suche ihn auch, انا ببحث عنه. ihn دي هنا accusative ولا nominative؟ accusative. طب عايدة على ايه؟ عايدة على dein Freund. طيب نكمل. Ist das Buch hier gut? كتاب هنا كويس أم قال؟ keine Ahnung. keine Ahnung يعني ما عنديش فكرة. wer kennt es schon؟ طب هو مين عارف ده؟ اس هنا عايدة على مين؟ اس رجع على das Buch. يبقى اس عايدة على das Buch. wie findest du die Musik؟ كيف تجد الموسيقى؟ ganz gut. Wie findest du sie? كيف تجدها؟ sie دي هنا عايدة على ايه؟ على دي موزيك. wer sind denn die Jungen dort? kennst du sich nicht؟ انت ما تعرفهمش؟ das sind Simon und Lukas. هو بيقول مين الأطفال اللي هناك دول؟ مين الأولاد اللي هناك دول؟ هو انت ما تعرفهمش؟ فزيدي عايدة على مين؟ عايدة على دي يونجن. عايدة على دي يونجن. طيب كاتب لي هنا البازونال بغنومن ده فغايند في النوميناتيف، في الأكوزيتيف بقت دين فغايند. طب لو أنا عايزة أحولها ده فغايند البازونال بغنومن بتاعها بقى ايه؟ بس لو اكوزاتيف هيبقى اين. طب داس بوخ البازونال بغنومن في النوميناتيف اس، في الاكوزاتيف برضو هيبقى اس. دي موزيك بازونال بغنومن دي، وام اكوزاتيف برضو دي موزيك والبازونال بغنومن زي. دي يونجن بلغار البازونال بغنومن في النوميناتيف زي، دي يونجن في الأكوزاتيف برضو البازونال بغنومن هيبقى زي. ايش قلنا في الأكوزاتيف بتبقى مش. طب الفراغ فورتر أداة الاستفهام اللي أنا بسأل عنها في الأكوزاتيف بتبقى إيه؟ لو أنا عايزة أسأل عن حد في الأكوزاتيف بسأل بي فين، بسأل بي فين. يبقى الفي فراغ في النوميناتيف كانت فير، في الأكوزاتيف هتبقى فين. يبقى في النوميناتيف فير، في الأكوزاتيف فين.
Agency di personal pronomen im Akkusativ. Isabella ist so toll. Ich finde sie so süß. Nummer 2. Mama, kann ich dein Fahrrad haben? ممكن يبقى عندي فراد. لا أنا جود أبا أم زكس بغاخي إيش إيه، لكن الساعة 6 أنا محتاجة إيه. هي بتقول لها ممكن الفراد، فقالت لها ماشي بس الساعة 6 أنا محتاجاها، فهتعود على الفراد. الفراد أتكل بتاع داس، فهعوض عنها بإس، وإس في الأكوزاتيف بتبقى إس. ليزا هاز دو ماين هاندي، معاكي ماين هاندي؟ قلت لها ناين توست مي لايد. ايش هاب نيشت ماين هاندي، هاندي الارتيكل بتاعه داز، انا عايزه اعوض عنه في الاكوزاتيف زي ما هي هتفضل اس. تغيفز دو هايتي ابن داينين بغوده، تقابلت اخوك النهارده؟ ناين ايش تغيفه نيشت، ايه جيت انس كينو وراح للسينما. فهقول ايه؟ ايش تغيفي ايه؟ داينن بغودة، هعوض عنه بايه؟ هعوض عنه بإين. دا زندي فوسبال شبيلة فون بروسيا دورتموند، قالوا او كوم فيا فوتوغرافيرن شنل، احنا نتصور بسرعة شنل، هنصورها بسرعة، هنعوض عنها بايه؟ عن فوتو فوس شبيلة، نعوض عنهم بإيه؟ فوس بال شبيلة، هنا جايب له غال، فعوض عنهم بزي، وزي في الأكوزاتيف زي ما هي. غوف دوخ مال أنكر غودولف أن إيش كان يتس نيشت أن غوفن، أنا مش عارف أتصل بي. إيش كان إين يتس نيشت أن غوفن، إيش هابي كاينة سايت. بعد كده بيقول لي ايش غايب دي انت فاتن ريشتش. فو است ماين تي شيرت، فين التي شيرت بتاعي؟ نيشت ايش اس هابي كاين آنونج، هبدا بايه؟ كاين آنونج، ما عنديش فكره. ايش هابي اس نيشت، ايش هابي اس نيشت. Wer sind denn Felix und Ima? Finn, Felix und Ima. فهقول هرتبها، هبدأ من البازونال بغنومن عشان دي هنا ذاتس. لا هبدأ هنا سؤال، هبدأ بالفر. فهقول كينز دو زينشت، هون انت ما تعرفهمش. كينز دو زينشت زاك مال، في فندس دو هان فيبا. بقول أبا نشتين مقتول، فهقول تول أبا، تول أبا باول مقين نشت تول، لكن باول ما بيحبوش ما بيعجبوش. لينا كانس دو ميا مال داني جيتار جيبن، ممكن تعطيني الجيتار بتاعك؟ هتقول لها كلار طبعا. ايش ايش براوخي زي نيشت، انا مش محتاجاه. اجنسي دي بازونال بغنومن ام اكوزاتيف، هنكمل البازونال بغنومن في الاكوزاتيف. بوريس غوفز دو مش هايت نخمتك عن، ام قال له يا ايش غوفة ايه ان، مش في السؤال هتتحول في الاجابة هتبقى ديش. تمام. بيوغس فندس دو ايه نت، ام قال يا ايش فند نت، انت بتجدني لطيف، فندس دو مش نت، ايوه انا اجدك انت مش هتبقى ديش. بيغز ماجز دو، ام قالو يا ابدو نافست تينا، ماجز دو مش، ام قالو
ايوه بس انت نافست مش بابا برينجز دو zum training برينجز دو uns جبنا من التمرين ام قال يا ايش برينجه uns بتتحول هتبقى ايش ايش برينجه ايش بابا فوتوغرافيرز دو صورنا فوتوغرافيرز دو uns ما قالوا يا ايش فوتوغرافيره ايش ايش فوتوغرافيره ايش Vielen Dank.